الحمد لله جيت فات التريف نصور في الصالح الاسبيرانس بحكم عنده تغيير الانترنور وخذ وقته في الخدمة عرف الجروب الكل عملنا بون ستاج في المغرب بعدنا عن الناس كل قعدنا كونسنتري عرفنا الانترنور شنو طالب منا حاولنا نطبقه مبروك الاسبيرانس هارد لك للإتوال ان شاء الله جي خير ما عملنا شيء بريتو احنا ماتش في 3 بوان مي لونجو مازال عندنا ماتش اهم اللي هو الهلال السوداني ان شاء الله جاي خير ترى صحيح كل انطونيو عنده الفلسفه نتاعو حتى قبل كنا نلعبوا الحقيقه مع سي طارق مانيش خايبين اليوم روح جديده امبيونس جديده في الجروب توجت مع 3 بوان هذايا مع لوندمون اليوم اللي كنا الحقيقه خير من الاتوال على كامل المباراه دونك كيما قلت لك البليز امبورتون عملناه مازال اصعب اللي هو مبدل الهلال ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله جاي خير الاسبيرونس بون اكيد منافس اي منافس نحترموه حتى الاتوال اليوم احترمناها جماعه كبيره نحن اي منافس نحترموه في التيران ما علينا كان نركزوا على رواحنا نحاولوا نحسنوا من نقاط الضعف نتاعنا اكيد ونحاولوا نبنيوا على الحاجات الباهيه اللي قاعدين نخدموا فيها كيما قلت لك الترجي مازال مشوار طويل مازال البطوله والشامبيونز مازال برشا حاجات ان شاء الله كما قلت من الاخر العام نتوجوا برشا حاجات ان شاء الله نقعدوا نخدموا ساقين على القاعه نتصور الواقعيه كنا واقعيين اكثر نتصور اليوم جينا عازمين على 3 بوان بالاداء والنتيجه كنا خير من الاتوال الحقيقه فيزيكمون وتكتيكمون معناتها تصينا الجو نتاع العشاء دقائق الاولانيين نتاع الجمهور نتاعهم كريم بعد وني بيان ابليكي جوات الكل تعرف علاش هابطه الحمد لله ربي وفقنا 3 بوان كنا نجمو نربحو بسكور اكثر الحقيقه اليوم مي مالوريزمون ضيعنا برشا بونتوات بالضبط هذاك علاش في ميتون ثاني تقريبا ثم ثلاث ولا اربع فرص نتاع بونتوات الدرجه نعرف شنو اللي يخليكم ضيعوا بونتوات كانوا ممكن يتجسموا بسهوله بون الحقيقه حكينا قبل الماتش حتى في الميتون كونو كي جينا اوكازيون نحاولوا نسجلوها مي مالوريزمون هذيك داخله في الجو نتاع الكوره ساعات ربي يوفقك وساعات ما توفقش مي باش نحاولوا نحسنوهم خاطر في ماتشوات مخير يمكن ولا في ماتشوات في لانكار ولا دومي اشتغل الفرصه بحسابها دونك ان شاء الله نكونوا حاضرين وبيان ابليكي ياسين شنو تبدل مع لونترينور الجديد؟ ميثود جديده نحكيو على ميثود جديده مثلا لونترينور وغيره بون كل لونترينور عنده الفيلوزوفي نتاعو مدرسه جديده تكتيك جديد معاه دونك قاعدين نتاقلموا بشوي بشوي مازالت الخدمه مازالت برشا خدمه قدامنا نحاولوا بشويه نحسنوا من رواحنا اليوم عملنا ماتش باهي ما لازمناش نتغلوا الحقيقه بالماتش الباهي خلي ساقينا في القاعه مازال ماتش اخر امبورتون كنت الهلال ان شاء الله نكملوا 3 بوان ان شاء الله الاسبيرونس في السكه صحيحه ان شاء الله والله الحمد لله الاسبيرونس في السكه صحيحه ممكن قاعدين نتحسنوا بشويه بالنسبه للتجديد بون برشا عباد تحكي برشا اشاعات كونه ياسين ما يحبش يجدد وهذا كلام غلط وهذا كله اشاعات حكيت مع رئيس النادي عندنا جلسه ان شاء الله على قريب انا الفيزافي نتاعي رئيس النادي باذن الله عندنا جلسه على قريب وياسين مش طالب حتى شيء معناتها شرف لياسين ولاي لاعب في تونس يلعب في الاسبيرونس في امبيونس كيما هذايا ورا جمهور كيما هذايا دونك الاشاعات كل اللي قاعده تقول ياسين ما يحبش يعاود كلام غلط مي مالوريزمون ما نجموش نجاوبوا على الاشاعات خاطرنا قاعدين نخدموا على التيران وكا لا مازلنا ما حاطينش باف لوباني فما ماتش اخر فما حقيقه اخرى لو 6 ولا 5 كونت الهلال السوداني نحاولوا نعطوا كونسونتي 100% انا ماتش نحاولوا نربحوا ان شاء الله اسبيرونس بون تبدلت شويه مع المدرب الجديد مازلت الفيلوزوفي نتاعو مازلنا باش نخدموا مازلنا نحسنوا من رواحنا شفنا برشا حاجات ايجابيه اليوم زكريا العايب مثلا قاعد يكونفيرمي اللاعب قاعد يتطور فرحانين الناس الكل روجيا زاد عاوننا في الوسط اليوم عطانا ليكيليبر في وسط الميدان ان شاء الله بعودة غيلان زاد كيف كيف نكونوا حاضرين مازال مشوار طويل مازال عام طويل ما تلعب منه شيء ان شاء الله كما قلت لك من الاخر العام باذن الله نتوج ان شاء الله.